طيب انا راح مره ثانيه يكون دوري محامي الشيطان، انه هل نحن دائما بنقدر نسال المريض شو رايه بالعلاج؟ في كثير ناس بيقول لك يا اخي المريض جاي عندي على الطوارئ او على قسم على المشفى، يعني على قسم الاسعاف، عم يسبح بدمه، انا بدي وقتها اساله واقول له شو رايك بالعلاج، هو اصلا غايب عن وعيه. شو تعليقك على طبعا لا، هذه؟ طبعا لا. هلا انت لازم تبحث عن انك تاخذ قرار المريض قدر الامكان وقت المستطاع، ولكن اذا المريض مثل ما انت قلت جاي وهو عم ينزف وهو تحت خطر إسعافي. مهدد للحياه بشكل اسعافي من غير المقبول اساسا، انت بتكون تحت مسؤوليه اخلاقيه وطبيه انك تقول لا طول لي بالك انا ما راح اعمل شيء لبين ما اساله. هذا شيء غير منطقي، هذا شيء مرفوض طبيا واخلاقيا طيب أنا شو وحتى لازم أتصرف مجتمعيا. وقتها؟ شو لازم أتصرف وقتها؟ هلا في المريض ما أنا عندنا موجود، أنا ما بقدر شاوره بأي شيء، ولا في حدا من أهله موجود، جاييني مريض لا من تمه ولا من كمه، بحاجة لعمل جراحة، وفي خيارات متعددة للجراحة بالمناسبة. يعني مو كله بينعمل بنفس الطريقة، فأنا كيف بعرف شو لازم أعمله؟ شو هو الصح اللي لازم أعمله؟ نعم. هلا انت هون بتطلع هل انت في عندك هذا المريض معروف بالنسبه لك ولا لا؟ اذا مريض ما بتعرفه نهائيا ولا من تمه ولا من كمه مثل ما قلت ولا في عندك اي معلومات عنه، فانت لازم تاخذ القرار اللي انت كتقييمك له كطبيب هو الافضل له واللي شخص ريزنبل او شخص منطقي او عقلاني ممكن ياخذه ويوافق عليه. يعني مو هذا انت بنسميه مثلا ستاندرد اوف كير، ستاندرد اوف كير، العلاج نعم المعياري، نعم علاج العلاج معياري. المعياري المقبول طبيا ومجتمعيا، واي شخص ريزنبل او قادر على اتخاذ قرارات منطقيه راح يوافق عليه. جميل. بس مثلا تقول والله مثلا انا هاي العمليه مثلا في مثلا عمليه نوعيه ممكن تتم لواحد او 2% من المرضى، خليني اعمل له اياها هذا وفي كثير ناس من المرضى ممكن تقول لك لا انا ممكن ارفضها، فهذا انت المفروض ما تعمل له اياها. طيب لو هلا الأهل موجودين يا أخي باسل، لهم دور باتخاذ القرار المريض غير الواعي؟ طبعا 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 هن في هي هلا في عندنا تراتبيه لهالقصص هي، وحسب المكان اللي انت عم تمارس الطب فيه. هلا لو انت بمكان مثلا موجود فيه عندك مثلا اختار سابق من المريض قايل لك انه انا في حال وصلت مرحله لا وعي او شيء بدي الشيء الفلاني ينتم لي، 1 2 3 ابقوني على الحياه، اعملوا كل شيء عشان قصدك تبقوني على مثل الحياه. وصية، يعني وصية طبية؟ نعم نعم وصيه، ولكن حتى الوصيه لها شروط. هل الوصيه كانت حديثه؟ هل الوصيه مثلا شخص موقعها من 10 سنين ونحن في عندنا سبب مقنع مشان نقرر او نقيم انه والله هذا المريض غير رايه؟ يعني لازم تكون مثلا وصيه حديثه، وصيه منطقيه، وصيه بشكل محدوده بشكل قانوني. اللي في بيسموها حد بالانجليزي advance directive، correct؟ نعم صحيح، تمام وفي تمام انواع معينه يعني في لها كثير انواع حسب البلد اللي انت عم تمارس طيب فيه. يعني بس هي في عموما حد تصلح كمستند يقول لك انه اذا المريض ما بده علاج معين انه ممكن طبعا نستفيد منها. طبعا الاهل شو بنسميهم بهالحاله؟ هلا في حال كان الاهل، في حال عندك انت هذا الادفانس دايركتيف موجود والاهل موجودين، فالادفانس دايركتيف او هي الورقه الوصيه تتفوق او تسبق قرار الاهل. غياب الأذان، تمام. في حال انت غياب عندك هي الوصيه، فالاهل هن اللي بياخذوها. هلا حتى بالنسبه لموضوع الاهل عاده بتحاول تسعى لراي مشترك او توافقي او جمعي بين الاسره، ولكن مو دائما بصير هي القصص، خاصة لما بيكون مثلا في عندك حالة مثلا وفاة أو مثلا قريب من الوفاة، وأنت ممكن تتوقع أنه والله مثلا هذا المريض حتى وإن نجا فهو راح يكون عنده أذية دماغية شديدة، راح يكون قادر على ممارسة حياته أو لا. في ناس بتقول لك أنا بدي أنه لا الهدف أنه هو يضل عايش أكثر، في ناس بتقول لك لا أنا هدفي أنه هو يكون عايش مرتاح. فهون حتى بتفرق معك على حسب المكان أنت عم تمارس فيه الطب، حسب الولاية، حسب الدولة، حسب العرف، حسب الشيء المقبول طبيا. هلا عاده مثلا ممكن الشخص الاكبر او الشخص الذكر الاكبر في بعض المجتمعات مثلا الاب او الجد هو بياخذ القرار، مجتمعات ثانيه لا الزوجه، في مجتمعات مثلا ثانيه بامريكا الاخ او الزوجه الاخت. هي بامريكا نعم عموما الزوجه هي بتاخذ القرار او الزوج هو بياخذ القرارات. مثلا انت عم نعم تحكي الاب او الابن، هذا الحكي بسوريا على فكره. نعم نعم بالخليج مو دائما الاب او الابن اللي بياخذ القرار، او الابن يعني الابن الاكبر، ممكن يكون العم الاكبر هو ياخذ القرار بحاله نعم لانه هو كبير نعم العيله نعم اسمه. هو تمام الذكر الأكبر أو الأكثر تمام معرفة أو عمرا حسب كل مجتمع، هذا الشيء بيتقيم. فهذا بيسموه surrogate decision maker. surrogate decision. طيب هل الاهل هون بيقرروا عن حالهم شو بدهم ولا شو بيقرروا؟ طبعا لا، لازم ياخذوا القرار نيابة عن المريض، مشان هيك هون ايوه بتجي خبرة الطبيب. تمام وعادة ما نحن بتجينا استشارات انه بيجينا طبيب بيقول لك انا حاسس انه هذا القريب المريض عم ياخذ قرار شخصي وليس قرار ممثل للمريض. ايوه نحن هون بنيجي بنسأله دائما سؤال، بنقول له لو كان المريض قاعد بيناتنا هلا شو كنت تتوقعه يختار؟ جميل إذا قال لك أنا جميل متأكد هيك بتسأله ليش؟ هل أنتم سبق أو أخذتوا حوار؟ بيقول لك لا، ولكن هو أخذ قرارات مشابهة بحياته، بزماناته صارت عندنا حالة بالأسرة هو هذا كان رأيه، أو بيقول لك
أنا بس هيك حاسس، إذا هو هيك حاسس فأنت صراحة هون مو تتردد. صحيح، لازم فأنت يكون عادة المريض هو اللي أخذ القرار بس بلسان تمام الأهل، لأنه الأهل عم تمام ينطقوا بلسانه وهو غايب عن بعد. بدك يكون هذا الشخص ممثل لرغبات المريض.